والآن نستمع إلى كلمة سيادة المستشار نبيل أحمد صادق النائب العام لجمهورية مصر العربية ونائب رئيس جمعية النواب العموم الأفارقة، فليتفضل سيادته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سعادة المستشار جواوة مريا مغيرة دي سوسا، رئيس جمعية النواب العموم الأفارقة والنائب العام لدولة أنغولا. السيد السكرتير العام لجمعية النواب العموم الأفارقة. سعادة النواب العموم والنواب العموم المساعدين وأعضاء النيابة العامة. السادة الحضور الأجلاء. في ختام اجتماعنا على مدار يومين متصلين، أتوجه بجدير الشكر والتقدير لجمعية النواب العموم الأفارقة رئيسا وكيانا وأعضاء على ما تم بذله من مجهودات للخروج بفاعليات المؤتمر السنوي 12 للجمعية على هذا النحو المشرف، والذي جاء نتاجا لعمل مستمر ودؤوب على مدار شهور طوال إعدادا وترتيبا وتجهيزا لهذا اللقاء الدولي الهام، وهو ما أسفر عن إعلان القاهرة الصادر عن الجمعية الموقرة، والذي نعتبره وثيقة دولية وإقليمية هامة في مجال التعاون بين دولنا الإفريقية للتصدي للجريمة المنظمة عبر الوطنية، وتطورا قانونيا ملموسا على درب المواجهة الفاعلة لهذه الظاهرة عالية التعقيد لما تعتبر معه تلك الجريمة على الصعيد الدولي والإقليمي من الجرائم عالية الخطورة. السادة الضيوف الكرام، السادة الحضور الأجلاء، على الصعيد الدولي والإقليمي تعد الجريمة المنظمة من الجرائم عالية الربح منخفضة الخطورة، فبالرغم من أن الأرباح الناتجة عن تلك الجريمة هائلة، إلا أن مرتكبيها المتورطين في هذا النوع من الجرائم يواجهون مخاطر محدودة تتعلق باكتشاف جرائمهم والعقاب عليها، مما يجعل هذا النوع من الجرائم يتزايد على نحو مضطرب من حيث حجم ومعدل ارتكابها من قبل الجماعات الإجرامية المنظمة. وفي إطار تزايد التدابير التي تتخذ قبل الجماعات الإجرامية المنظمة والعمليات الإجرامية التي تعبر الحدود الوطنية، تقوم بلداننا ببحث واعتماد قوانين وتدابير واستراتيجيات جديدة للتصدي للمشكلة، فتنامي قدرات الجماعات الإجرامية المنظمة ماليا والنفوذ الذي تستطيع أن تمارسه جعل هناك ضرورة ملحة للمواجهة القانونية الفاعلة بالتنسيق والتعاون بيننا جميعا. ولعلنا ندرك بحس واعي أن الجريمة المنظمة عبر الوطنية لا يمكن التصدي لها بفاعلية إلا من خلال تعاون جهات إنفاذ القانون في الدول المختلفة. وانطلاقا من ذلك واستجابة لهذه التوجهات الدولية والإقليمية، فإن جمعيتنا الموقرة لم تقف مكتوفة الأيدي، وإنما اتخذت من الإجراءات والتحركات والمواقف الدولية ما يعزز من فهم هذه الظاهرة وأبعادها وحجم خطورتها وطرح النهج المبتكرة لمواجهتها وتقويدها ورسم الأطر المشتركة للتعاون الحثيث بين دولنا تحت مظلتها في إطار نسق يسعى لتعزيز العدالة الجنائية ودعم القيم الإنسانية، ويعمل على إيجاد ثقة مشتركة تحترم سيادة الدول والاختلاف في الثقافات القانونية والتقاليد للتعاون بين الدول الأعضاء وتسجيل العقبات التي قد تعترض وتعيق هذا التعاون. وها نحن اليوم نشهد ختام فعاليات المؤتمر السنوي 12 للجمعية إحدى الحلقات الناجحة في سلسلة الجهود المستمرة لتحقيق تلك الأهداف. الجمع الكريم، لقد أولت مصر اهتماما ملحوظا بمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية بكافة صورها وأنماطها
وساهمت بصورة إيجابية مع المجتمع الدولي والدول الأفريقية الشقيقة من خلال التعاون الثنائي ومتعدد الأطراف في العمل على مكافحة هذه الجرائم، وذلك من خلال مشاركتها في المحافل الدولية والإقليمية ذات الصلة والاطلاع بدورها الإقليمي في تقديم الدعم وتعزيز سبل التعاون القضائي مع أشقائنا من الدول الأفريقية، فضلا عن أن مصر كانت سباقة في التصديق على الاتفاقيات الدولية والإقليمية ذات الصلة. كما أن النيابة العامة المصرية لم ولن تتوانى عن تقديم أي دعم من مطلوب لجمعية نواب العموم الأفارقة والدول الأعضاء فيها، أو استضافة أي فعاليات أو أنشطة للجمعية، بل وتبادر دوما إلى ذلك آخذة في الاعتبار أهمية تنظيم وإقامة هذه الفعاليات التي من شأنها تعزيز قدرات أعضاء هيئات الدعاء العام في دولنا في مجال التحقيقات وجمع الأدلة في هذا النوع من الجرائم ذات الخصوصية. وأخيرا، لا يسعني في ختام حديثي إلا أن أكرر التحية والترحيب بالسادة الضيوف الأجلاء، وأتوجه لكم بجزيل الشكر والامتنان على ما تم بذله من مجهودات خلال هذا المؤتمر الناجح، متمنيا لكم عودة آمنة إلى بلادكم الكريمة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.